هي القراءة الأولى لعودة هذه التفجيرات امبارح والنهاردة، خصوصا امبارح بهذا الشكل؟ امبارح كانت المسألة يعني من أصعب الأيام الحقيقة على قطاع غزة، والأول امبارح كان برضو يوم فارق 52 قتيل ضحية سقطوا في أعلى أيام التصعيد من الاعتداء الإسرائيلي على أشقائنا في قطاع غزة. فكان الحقيقة يعني كان هناك توقعات بأن أنصار بيت المقدس، وهي فصيل اعتاد التنسيق الكامل مع حركة حماس طوال فترة مقاومته للأجهزة الأمنية المصرية في قطاع في منطقة سيناء وقوات المسلحة، وعمل عمليات كتير جدا بعد 30 يونيو من العام الماضي قبل ما توجه له قوات المسلحة وقوات الأمن ضربات قوية الحقيقة جدا، فككت بنية مهمة من شبكات التنظيم وقدراته على العمل. وفعلا كما أشرت حضرتك تمتعنا بفترة هدوء ليست بالقليلة، وكان هناك سيطرة على الأوضاع بشكل كبير. الحياة في المدن في شمال سيناء كانت بدأت تعود إلى حالتها الطبيعية بشكل الحياة مرضي، لكن يبقى أن هناك استغلالا لهذه الحالة بدعم وتنشيط لهذه الخلايا التابعة لأنصار بيت المقدس، وهي قادرة للأسف حتى الآن. بس ما عملوش بيان لغاية دلوقتي، بيان تبني ولا عملوا؟ ساعات قليلة ظهر على أكثر من موقع لم يتأكد من صحته، وهي تعتذر للمدنيين الذين سقطوا ضحايا من جراء العملية التي قاموا بها بالأمس، فدي كانت إشارة بأنهم هم بالفعل من فعلوا أنصار بيت المقدس. كان يقصدوا إيه؟ يعني ما هي برضو مسألة هتقصد يعني إذا كنت تريد أن تدعم حماس يعني أو تريد أن تؤازرها، طب مصر مالها؟ الناس اللي ماتت دي مالها؟ روح اضرب صاروخ على الإسرائيليين يا أخي بدل ما تضرب صاروخ على المصريين. صحيح. هو في ضبابية رؤية الحقيقة عند هذه الجماعات، وانحراف الرؤية شديد للغاية وانحراف الأهداف، ودائما تنظر إلى التصعيد على أي طرف من الأطراف هي في صالح وفي خدمة المقاومة، وهذا الأداء الحقيقة غير صحيح وغير دقيق على